الطريقة الرابعة استلام قيمة الأصناف المباعة عن طريق الكوبونات الكوبون هو صق ورقي يمثل قيمة نقدية مسجلة عليه يمثل حصة صاحبه في أرباح أسهم شركة بيع الجوال التي أصدرته فقد يكون الكوبون بمئة ريال ومن ثم فهو يساوي مئة ريال نقدي يقبل التعامل به مثل الأوراق النقدية الرسمية تماما ويجب على موظف المبيعات التعرف الصحيح على أشكال الكوبونات والخامة الورقية التي تُصنع منها، وأن يعرف المزيف والمزور منها أيضًا حتى لا يقع في مخاطر قبول الكوبونات المزورة منها. ويمكنك استلام قيمة الأصناف المباعة عن طريق الكوبونات بقبضها يدًا بيد أو مسحها إلكترونيًا لتحصيل قيمة الأصناف المباعة ووضعها في المكان المخصص لها في خزينة آلة التحصيل.